بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، هيا خان تحييكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. التقى الوزير الاتحادي السابق خواجة سعد رفيق برئيس الوزراء محمد شهباز شريف في لاهور، وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي والاقتصادي العام للبلاد. كما التقى رئيس الوزراء محمد شهباز شريف برئيسة برنامج رئيس الوزراء للشباب رانا مشهود أحمد، وناقشت في الاجتماع القضايا المتعلقة بالشباب. قال رئيس الوزراء محمد شهباز شريف إن قرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف بالفلسطين سيشجع الدول الأخرى على أن تحظو، وفي إشارة إلى المحادثة الهاتفية مع رئيسة الوزراء النرويج في الرياسة، على إلى القرار النرويج الاعتراف بدولة الفلسطينية في سياق العدوان العسكري الإسرائيلي أمر يستحق السنة. ورهب الزعيمان بالقرار الأخير لمحكمة العدل الدولية، وعارب أن محلمته في أن يحكم المجتمع الدولي أيضا بأن الكشميريين الإبرياء الذين يواجهون الحيمانات وقمها الوحشي من قبل الحين. بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ساتوا. قال وزير الإعلام الاتحادي أضغط إلى باكستان تحقق نجاح على الجرحات الدبلوماسية. وقال وزير الإعلام الاتحادي وفي مؤتمر صحفي في إسلام آباد إن الحكومة الباكستانية لديها سياسة واضحة للغاية بشأن الفلسطينيين، ولا يمكن أن يكون هناك سلام في العالم بدون السلام في غزة. باكستان ترفع صوتها باستثمار بأشان الوضع في غزة. وقال وزير الإعلام الاتحادي أفطار إلى رئيس الوزراء شهباز شريف أجرى محادثة هاتفيا مع رئيس الوزراء اتخذت النرويج أيرلندا مقفدة قويا بشأن الوضع في الشرق الأوسط. وقال إن باكستان ظل دائما ترفع صوتها من أجل الحقوق الفلسطينيين من خلال الخطوات الضرورية لحل القضية الفلسطينية. وتستمر الهجمات الوحشية التي يصنعها الجيش الإسرائيلي على غزة ورفح في جباليا. يحاجم الجيش الإسرائيلي بأسلحة الحديثة والثقيلة. استشهد فلسطينيون في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق الآمنة برفح، وأداء الهجوم إلى أشعال النار في خيام المشردين واحتراق العديد من الأشخاص. وبحسب الوكالة وفاء، شنت القوات الإسرائيلية هجوما جوي على المقيم اللاجئين الواقعه في المنطقه الامنه برفح بعد القصف الوحشي على جباليا ونصيرات ومناطق اخرى من بينها مدينه غزه. وتستمر ايضا الاعمال الوحشيه للارهاب الصهيوني في الضفه الغربيه المحتله، وقد اعتقلت قوات الاحتلال الفلسطينيين خلال عمليات وحشيه في رام الله وبيت لحم ونابلس وخليل وجنين. من ناحيه الاخرى، تقدم منظمه مراسلون بلا حدود بشكوى حد الاسرائيلي الى المحكمة الجنائية الدولية بسبب مقتل أو إصابة صحفيين فلسطينيين خلال الهجمات الوحشية على غزة. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إلى الحل الدبلوماسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يخطر في مصلحة جميع الأطراف. وأعرب في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الذي يستمتها المملكة العربية السعودية والنرويج في بروكسل بشأن إقامة الدولية الفلسطينية أن القلب لغزة التدهور السريع للوضع الإنساني في غزة. كما أكد وزير الخارجية السعودي على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سرع الراهن. وقال إن إقامة دولة فلسطيني وحل دولتين للصراع أمران دوريان للسلام والأمن المستدامين في المنطقة. وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بهذا المناسبة إن الحل دبلوماسي للصراع هو الضمان الوحيد طويل المدة للأمن والازدهار.
أصرحت إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في غزة. تجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون محادثة في بروكسل اليوم مع نظرائهم من المملكة العربية السعودية وأردن ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر لزيادة الضغط الدبلوماسي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والحل دولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. كما تحاجم القوات الإسرائيلية لبنان وفي هجمات القوات الصهيونية على بلدة إنجاز كبير آخر لباكستان بعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي كروب كامر سيتم إرسال القمر الصناعي الباكستان الحديث للاتصالات إلى الفضاء يوم الخميس. يد القمر الصناعي بمناسبة مكافأة للجهود الدؤوبة التي يبذلها العلماء ومهندسون الباكستانيون. وفقا لمسؤول تبارك فإن باكستان الرقمية المتقدمة هي الضامنة وحلا توفير الإنترنت على النطاق أوسع للمناطق النائية لا يزال على بعد أيام قليلة من إطلاقه. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks for watching and subscribe to our channel.